لابد أن الحجر الصحي والبقاء في المنزل الذي فرضه فيروس كورونا قد جلب الحزن للعالم وجعل الناس خائفين ومذعورين، وخاصة بالنسبة للأطفال، فقد لا يدرك الأطفال خطورة الخروج من المنزل في هذه الفترة الحرجة، مما يسبب البقاء في المنزل وحرمانهم من اللعب في الخارج وزيارة الأصدقاء أو حتى استقبال أصدقائهم في المنزل ضغوطا نفسية. وباعتبار أن الأطفال هم الحلقة الأضعف نفسيا للتعامل مع هذا الوضع الجديد الذي تغير فيه كل شيء، يحاول البالغون ابتكار أو اتباع طرق ووسائل للترفيه عن الأطفال وتعليمهم أشياء مفيدة ومسلية تملأ وقت فراغهم. خليك معنا، خليك بالبيت، هو الشعار الذي أطلقته المهندسة المعمارية ريم أبو عجمية لمشروعها التطوعي والذي بدأت به مطلع شهر آذار، وهو موجه للأطفال حيث يتضمن إظهار المواهب والإبداعات التي يملكها أطفالنا عن طريق اللعب والمرح والتنافس، مما يعزز ثقة الأطفال بأنفسهم ويطور من مهاراتهم وإبداعاتهم. هناك عدة نشاطات يقوم بها الأطفال، ومنها لكل فانوس حكاية. هنا يتعلم الأطفال كيف يمكنهم الاستفادة من الأشياء وإعادة تدويرها بدلاً من رميها، كصناعة رزنامة رمضانية وأيضاً فانوس من زجاجة العصير وتزيينها بمواد بسيطة متوفرة في كل منزل كقصاصات الورق والألوان. في هذا النشاط قامت المهندسة ريم بصناعة فوانيس رمضان مع الأطفال، ونشاهد كيف حول الأطفال ما يدور في مخيلتهم من أفكار إلى واقع ليخرجوا لنا بهذه الفوانيس الجميلة ويضيئوا بها ليالي رمضان. ولم تتوقف إبداعات الأطفال، فمشروع ريم للأطفال في زمن الكورونا يغطي جميع مواهب الأطفال وإبداعاتهم. فهنا نرى كيف تنافس الأطفال على صناعة أجمل بانكيك ليخرج لنا كل طفل بقطعة جميلة بأشكال وألوان مختلفة. ومن قال أن الوقت ليس مهما للأطفال؟ هذا ما يتعلمه أطفالنا مع مشروع ريم، حيث يصنع الأطفال ساعة الحائط التي تحتوي على البرنامج اليومي الخاص بهم في زمن الكورونا، حيث لا يوجد مدارس حاليا. نختتم هذه الأعمال الجميلة بالكمامة الخاصة بالطفل والذي صنعها بنفسه من الأطباق الورقية ورسم عليها الشخصية الكرتونية التي يرغبها ويحبها، خاصة بعد إعلان مستشار النمسا سيباستيان كورتز وإلزامهم بها بالمدارس من منتصف الشهر المقبل. لابد وأن كل أم ترغب بدعم مواهب أطفالها وتطويرها، وأيضا تعليمهم الثقة والاعتماد على أنفسهم في صناعة الأشياء. لا تنسي تسجيل أطفالك في مشروع ريم للأطفال ليصبح طفلك أفضل. لمن يرغب بتسجيل ابنه مجانا على رقم الواتساب التالي الظاهر على الشاشة